عيد الهالوين اللي بيوافق 31 أكتوبر من كل سنة، عيد بدأ الاحتفال بيه مؤخرا في مصر وبين فئات عمرية مختلفة. علشان كده قرر شوية شباب إنهم يروحوا الحنان الميك اب أرتست علشان ترسم لهم رسومات الهالوين. فكرة ميك اب الهالوين جات لي الأول من الحفلة بتاعت المدرسة بتاعت ابني، كان عنده حفلة عن الهالوين، فقررت ان انا اعمل له ميك اب بسيط كده بحيث ان هو يبقى رايح برضو عامل شكل. جاي هنا عشان عندنا حفله هالوين، فاحنا جايين نعمل ميك اب هالوين. مرعب بنسب اللبس وكده، واصلا حنان دي تبقى مامتي، فانا جبت صحابي وجينا هنا عشان نعمل ميك اب هالوين. عندي حفله للهالوين انا وصحابي، فعرفت من فيسبوك ان حنان عملت ديسكاونت على ميك اب الهالوين، فجينا عشان تعملنا ميك اب يناسب الحفله وميك اب الرعب وكده. كل رسمة من الرسومات اللي اختاروها الشباب تنفيذها بيختلف عن التانية من حيث التحديد والشكل، ولكن كل الرسومات بتكون مرعبة علشان تتماشى مع أجواء الاحتفال بعيد الهالوين. هو ميك اب الهالوين بيختلف كليا عن الميك اب العادي، لأن الميك اب العادي احنا بنحلي الوش، يعني بنحاول نبرز الحاجات الجميلة اللي في الوش، وبتبقى طبعا ألوان حسب لبسك حسب المناسبة اللي انت رايحاها. لكن ميك اب الهالوين بيبقى مختلف كليا، بيبقى ألوان أولا صارخة جدا، ألوان قوية، بيبقوا اشكال مرعبه، احنا بنحاول نوحش الوش مش نحلي. جيت علشان احمد اخويا واصحابه عندهم حفله النهارده، وانا يعني جيت، هم كانوا جايين يرسموا عند ماما هنا، فانا جيت معاهم عشان اروح معاهم الحفله، وجيت رسمت رسمه الجوكر. قعدنا من 10 لربع ساعه، جيت علشان عندي حفله النهارده، حفله هالوين وكده، عامل شكل جمجمه. انا هلبس النهارده غوامق، يعني لبسه يعني يليق شويه على الرسمه وكده. الاحتفال بالهالوين بيرجع لاسباب مختلفه، وفي دول كتيره بتحتفل بيه زي امريكا وكندا وايرلندا وبريطانيا وغيرها من الدول. كل دوله بتحتفل بطريقتها الخاصه، ولكن الثابت انه يوم مختلف يستمتع الناس بالاحتفال بيه.